السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناتي المدرسة الربيعية، مرحبا بكم، مرحبا بكم في الحصة الثالثة والحصة الرابعة من دروس الوحدة الخامسة في مادة النشاط العلمي للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي. موضوع الوحدة التغذية. الحصة الثالثة عنوانها: كيف يحصل جسمي على الطاقة؟ الهدف التعلمي: أتعرف أن جسمي يحتاج إلى الغذاء لتوفير الطاقة اللازمة لنشاطه. أنطلق. أصف ما تعبر عنه الصور. نلاحظ في الصورة الأولى طفلة تلعب لعبة المربعات، وفي الصورة الثانية أطفالا يشاركون في القسم، وفي الصورة الثالثة الأطفال يلعبون كرة السلة. أتساءل كيف يحصل جسمي على الطاقة اللازمة لنشاطه؟ أفترض يحتاج الجسم إلى أغذية طاقية تحتوي على السكريات والدهنيات. أختبر. أبحث في وثائق خاصة بأدوار الأغذية. أولا، أربط بواسطة خط بين كل مجموعة غذائية ودورها بالنسبة للجسم. أغذية تقيني من الأمراض، أغذية تمكنني من النمو، وأغذية تزودني بالطاقة. اللحوم والأسماك والبيض غنية بالبروتينات، تمكنني من النمو. الحليب ومشتقاته هي كذلك غنية بالبروتينات، تمكنني من النمو. السكريات كالخبز والعسل والتمر غنية بالسكريات، إذن تزودني من الطاقة بالطاقة. الأغذية الدهنية كالزيت والزبدة هي كذلك أغذية طاقية تزودني بالطاقة. الخضر والفواكه غنية بالفيتامينات تقيني من الأمراض. ثانيا، عندما أزاول كل من هذه الأنشطة لمدة ساعة واحدة سيتطلب كل نشاط استهلاك قدر من الطاقة. أرتب تصاعديا هذه الأنشطة حسب ما تتطلبه من الطاقة. نلاحظ في هذه الصور مختلف النشاطات التي يقوم بها الإنسان، منها صورة ألف ركوب الدراجة، باء الجري، جيم المشي، دال النوم، هاء الدراسة. النشاط الأقل استهلاكا للطاقة هو النوم صورة د، ثم يليه الدراسة، ثم المشي، بعده ركوب الدراجة، ثم بعد ذلك الجري. أستنتج تختلف الطاقية حسب الذي أقوم به.
تختلف حاجيات الطاقية حسب النشاط الذي أقوم به. يجب أن تكون الأغذية الطاقية التي أتناولها مع النشاط الذي أزاوله. يجب أن تكون الأغذية الطاقية التي أتناولها متلائمة مع النشاط الذي أزاوله. أستخلص، أملأ الفراغات بما يناسب النمو، الأمراض، الطاقة، السكريات، الدهنية. تمكن الأغذية المتناولة والوقاية من وتزويد الجسم باللازمة للقيام بمختلف الأنشطة. الأغذية الطاقية هي والمواد. تمكن الأغذية المتناولة النمو والوقاية من الأمراض وتزويد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بمختلف الأنشطة. الأغذية الطاقية هي السكريات والمواد الدهنية. أغني معجمي. أغذية طاقية aliments énergétiques، سكريات glucides، مواد دهنية matière grasse. أستثمر. يرفض بعض الأطفال تناول وجبة الفطور قبل الذهاب إلى المدرسة. أفسر تأثير هذا السلوك على نشاطهم اليومي. إذا لم يتناول الأطفال وجبة الفطور فسوف يكون لديهم عندهم ظهور التعب والعياء، وكذلك عدم القدرة على التركيز في القسم، وأيضا عدم القدرة على ممارسة نشاط رياضي. موضوع الوحدة الثاني هو الصحة. الحصة الرابعة: ما الأغذية المضرة بصحتي؟ الهدف التعلمي: أحدد بعض الأغذية المضرة بصحتي. أنطلق، ألاحظ الصورتين وأعبر. في الصورة الأولى نلاحظ بائعا يبيع المأكولات مكشوفة، وفي الصورة الثانية نرى ولدا يتألم بعد أكله لمأكولات سريعة. أتساءل، ما الأغذية التي تضر بصحتي وكيف أحتاط منها؟ أفترض الأغذية التي تضر بصحتي هي المأكولات المكشوفة والوجبات السريعة. أختبر، أبحث عن بعض الأغذية التي يؤدي الإفراط في تناولها إلى الإضرار بصحتي. أكتب في كل بطاقة
الاسم المناسب للغذاء الذي قد يضر بصحتي؟ معلبات، حلويات، رقائق البطاطس، مشروبات غازية، مثلجات. في الصورة الأولى نلاحظ رقائق البطاطس، وفي الصورة الثانية مثلجات، وفي الصورة الثالثة معلبات، وفي الصورة الرابعة حلويات، وفي الصورة الخامسة مشروبات غازية. أبحث عن بعض الاحتياطات التي يجب اتخاذها للحفاظ على صحتي، ثم أتمم الجمل بما يناسب من الكلمات: الثلاجة، انتهاء صلاحيتي، أغسل المعلبات. أولا، أتأكد من تاريخ المنتج الغذائي. أتأكد من تاريخ انتهاء صلاحيتي المنتج الغذائي. ثانيا، لا أتناول التي يظهر عليها انتفاخ أو اعوجاج أو صدأ. لا أتناول المعلبات التي يظهر عليها انتفاخ أو اعوجاج أو صدأ. ثالثا، أحفظ الأغذية في الثلاجة. رابعا، الخضر والفواكه جيدا قبل أكلها. أغسل الخضر والفواكه جيدا قبل أكلها. أملأ الفراغات بما يناسب: تضر صحة، تجنب. للحفاظ على جيدة يجب تناول الأغذية التي بالصحة. للحفاظ على صحة جيدة يجب تجنب تناول الأغذية التي تضر بالصحة. أغني معجمي: معلبات، كونسيرف، رقائق البطاطس، شيبس، مشروبات غازية، بواسون غازوز، تاريخ انتهاء الصلاحية، دات دو بيرومبسيون. استثمر: أضع علامة إكس في دائرة السلوك الغذائي المضر بصحتي. الصورة الأولى نرى ولدا يشرب مشروبات غازية وهو يفرط فيها، هذا سلوك غذائي مضر بالصحة. الصورة الثانية نرى طفلا يأكل الخضر مغسولة ومقطعة ونظيفة، هذا سلوك جيد. الصورة الثالثة نلاحظ فتاة تأكل الحلويات، هذا سلوك مضر بالصحة. وفي الصورة الرابعة
نلاحظ فتاة تشرب كوبا من العصير، هذا سلوك جيد للصحة. وفي الصورة الخامسة نشاهد طفلا يأكل الوجبات وجبة سريعة، وهذا سلوك مضر بالصحة أيضا. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.